البيرم بيكولرين اسمه ايفو اش وجلوتاثيون يبقى سيفو. هطلع جلوتامين ايفو، هطلع جلايسين ايفو، وممكن حتى من اي 4 كمان اصنع ليفوز. وانا ماشي في سكه السايكليك في اثنين دبل بوند ارنوس، وانا ماشي في سكه الاي سايكليك نو دبل بوند ارنوس. طب جميل، اهم من الموضوع افكت اوف ايبوزيرون، وخدنا البروستاجلاندين قلنا وظيفته بحروف كلمه ميرور سي ام ال ام ميدياتور فور الانفليشن، الار ريجرو برودكشن في الكلى، السي سايكليك ام بي تشينج يزوده او يقلله، وكمان اللي كفر الاي بروستاجلاندين اي 2 ده فاز وده ليزر وسموث ماسل ريلاكسنج، اف 2 الفا فاز وريستريكشن سموث ماسل كونتراكشن، وكمان مع الثرومبوسايت فرايم بليد وبيعملوا فاز وريستريكشن ويزودوا بليد اجريجيشن، بروستاسايكل فرايم الفاسكولار انتوزيريال ويعملوا فاز وريستريكشن ويعملوا بليد اجريجيشن. الليوكوترايز دي بتعمل سيفير الرجي سيفير برونكو كونستريكشن، والمدياتور او ممبر من فاميلي اسمها سارا سا سلو رياكتنج سابستنس كول انابيلاكسس. عايزها اللي بوكسنت دي انتي ان فينا مانجولين، ومهم جدا ونظر الامتحان تعمل فعلا حاجه اسمها انتي انفلونتري دوز، وهسيبها استيرويدال ونايسترويدال. الاسترويدال زي الهيدروكورتيزون والبريدنيزولون، ودول بيعملوا انهبيشن لفوسفولايبيز اي 2 فيوقفوا الحنفيه من البدايه، يوقفوا تصنيع جميع البروستاجلاندين. نان استيرويدال حاجتين، يا اسبرين يا مش اسبرين. الاسبرين بيعمل الريفرس انهبيشن للسايكلو اوفيس جينيز عن طريق اسيتايليشن، والنان اسبرين حاجات الاسبرين زي الايبوبروفين والاندوميثازين دول كومبيتيتيف انهبيتور للسايكلو اوفيس جينيز. كمان حاجه اسمها سنجولير، وده ليوكوتراين ريسبتور انتاجونست، ويوقف عمل ليوكوتراين سي 4 دي 4 دي 4 ويليف ان اتاك اوف برونكيال. ثلاث اسئله اكسبرين وايت مودي، ليه الاسبرين انتي باريت يوقف سايكلو اوكسينيز فيقلل البروستاجلاندين، ودول ميديتور فور انفلاميشن هوتنس ريتس بين. كمان ليه النانسترويدال كونترا انديكيتد ان كيس اوف بروكن اسبرين يوقفوا سايكلو اوكسينيز ويعملوا شيفت الارجونيك في سكن ايه؟ اللايكوكسينيز، فيزودوا الليوكوتراينز فتعمل اكيوت اتاك اوف برونكيال ازمة سميناها ستيتس اند ماتريس. طيب ليه الستيرويدز تعالج برونكيال ازمة؟ وقفت فوسفولايبيز اي 2 قللت الليوكوتراينز وبالتالي ريحت البرونكيال ازمة. ده كان موضوعنا الحصه اللي فاتت. يعني كده يتبقى لينا اربع مواضيع خلال. الموضوع الاول ميتابوليزم اوف كولجوجين ليبيدز، الموضوع الثاني ميتابوليزم اوف كيتون بوديز، الثالث ميتابوليزم اوف كوليسترول، والرابع لازم ليبيدز. اربع مواضيع لو خلصناهم يبقى خلصنا الليبيد ان شاء الله. هنبدا النهارده واحد فيهم وهو ميتابوليزم اوف كولجوجين ليبيدز. خلاص اخر ورق اللي فيه ده، مفيش ورق ثاني خلاص. الورق ده والله هم دول خلاص اللي هو لا لغايه اخر الليل لغايه تاني اوبيز اوبيز مش معايا لغايه صفحه 7 مفيش تاني معايا. لا احنا الحمد لله ذاكرين ماشيين كويس فهنخلص ان شاء الله شايفين بالتقل فان شاء الله باذن الله على نص 12 هنكون خلاص. أول حاجة عايزين نعرف مين هما الكونجوجيتد ليبيدز؟ قال لك دي ليبيدز شبكة حاجة تانية. لو فوسفيت بسميها فوسفوليبيد. ولو كربوهيدرات بسميها إيه؟ جلايكوليبيد. يبقى الكونجوجيتد ليبيدز بقسمهم فوسفوليبيد وجلايكوليبيد. أو ممكن أقسمهم تقسيمة تانية حسب الألكول. لو الألكول جليسترول أسميهم جليسترو فوسفاتايد. أو فوسفو جليسترايد. الاثنين صح. يبقى اكتب نقطتين اسمها الثاني جليستروفوسفاتايد. ولو كان الالكول اسفنجوزين هنسميهم اسفنجوليبيدز. يبقى التقسيمه اللي عندك دي حسب الالكول جليستروفوسفاتايد او اسفنجوليبيدز. عايزك بس تعرف جاست اسامي. جليستروفوسفاتايد زي مين؟ حاجه شهيره مشهوره اسمها فوسفاتيديك اسيد او اسمه الثاني داي ايسايل جليستروفوسفاتايد. وده يا جماعه
كنا خدناه ورمضان عتاق ذا فورمنت ان ذا بادي ديورنج فورميشن اوف تيك. ولو تفتكر كان هو البريكيرسر بتاع كل الجليسروبوسايت. كنت بشوف فيه كولين يديني حاجه اسمها فوسفاتايد كولين اللي هو الليسي. اشوف فيه ايه كانولامين فيبقى سافل واسمه سيفالين. اشوف فيه اينوسيدول يبقى اسمه فوسفاتايد اينوسيدول. اشوف فيه سيرين فوسفاتايد سيرين. كمان كان في حاجه اسمها بلازمالوجين وحاجه اسمها كارديوليبين. كل دول جليستروفوسفاتايد جاست اسماء. طب لو كان الانبول سفينجوزين بس هيكون سفينجو ليبيد زي مين؟ قال لك في واحد اسمه سفينجو مايل وده فوسفوليبيد وفي ثلاثه جلايكوليبيد سيريبروزايد وسالفوليبيد وجلايكوليبيد. وكان المكون الاساسي لكل السفينجو ليبيد حاجه اسمها سيراميد. والسيراميد كان عباره عن سفينجوزين مع فاتي اسيد. فالسفينجوزين مع الفاتي اسيد ده هو اللي بصنع منه كل السفينجوزين. الكلام ده كلام سنهوله بتصدعني بيه ايه؟ قال لك والله انا السنه دي بقى باخد الميتابوليزم بتاعهم. يعني بمسك كل نوع فيهم واشوف بيتصنع ازاي ويتكسر ازاي. وده اسمه ميتابوليزم اوف الكونجوجيتد ليبيد. وعشان كده هبدا باول نوع اللي اسمه جليستروفوسفاتايد. ونتكلم عن الميتابوليزم اوف الجليستروفوسفاتايد. واول كلمه سينثيسيس اوف الجليستروفوسفاتايد. اللي بيذاكر من الكتاب الباث واي بتاع الجليستروفوسفاتايد مكتوب عنده مش عايزه. عايز كلمه واحده بس في الباث واي ده. انا تصنيع الجليستروفوسفاتايد ريكوايرز سي تي بي. لان الانترميديتس كانت على السي دي بي. والسؤال ده ام سي كيو بقى له ثلاث سنين بيجي في كل سنه بيجي. يقول لك سينثيسيس اوف الجليستروفوسفاتايد ريكواير اختار سي تي بي. Intermediate of the glycerophosphatide are carried on اختار سي دي بي. يبقى الباث واي مش عايزه. انا عايز هذه الجمله وانا بصنع جليستروفوسفاتايد انا عايز سي تي بي. ليه؟ لان الانترميديتس كاريد اون سي دي بي. الباث واي نفسه مش فرق. طيب ده سيادتك اسمه سينثيسيس. انا عايز بقى اتكلم عن الكاتابوليزم. ازاي اكسر الجليستروفوسفاتايد؟ قال لك طريقتين. في مجموعه من الانزيمات تسمى فوسفولايبيز. اسمه ايه يا جماعه؟ فوسفولايبيز. وكمان في انزيم اسمه ايه يا قطه؟ اللي كان. اسمه ايه يا قطه؟ اللي كان. جدع. يبقى في فوسفولايبيزز وفي الليكيز. ليسيسيت كوليسترول ايسايتراسبيت. فوسفولايبيزز كلام سنهوله. لو عندي اي فوسفوليت اهو كوليسترول ورقم واحد في فاتي اسيد كوميلي ساتوريتد. اثنين فاتي اسيد كوميلي ان ساتوريتد. ثلاثه فوسفيت شبكه فيها ار. اربعه وات ايفر هي ايه بقى؟ كولين اي فانولامين زي ما تقول. لو انا بكسر عند اول كربونه الانزيم اسمه فوسفولايبيز اي 1. بكسر عند تاني كربونه فوسفولايبيز اي 2. بكسر ما بين تالت كربونه والفوسفيت فوسفولايبيز سي. بكسر ما بين الفوسفيت والار فوسفولايبيز دي. وده نوت بريزنت في الانيمال بودي. ده بريزنت في البلانتس. اشهر فوسفولايبيز في الجسم هو فوسفولايبيز دي. يبقى دي احدى طرق تكسير الجليستروفوسفاتايد عن طريق انزيمز اسمهم فوسفولايبيز اي 1 واي 2 واي 3 واي دي. الاشهر هو الفوسفولايبيز دي. الثاني اسمه ايه يا قطه؟ اللي كان نيسيسيت كوليسترول ايسايل ترانسفير. هذا الانزيم يصنع فين؟ الليفر. وهي ام سي كيو يا جماعه، ده سايت ده ام سي كيو، سؤال ام سي كيو. السايت اوف سينثيسيس بيعمل ايه؟ ده بيحاول يحامل الكوليسترول الى كوليسترول استر. وايه الفرق يا حامد ما بين الكوليسترول والكوليسترول استر؟ برضه ايه الفرق في الاستراكشر؟
الكوليسترول رقم 3 او اتش. الكوليسترول استر في الاو اتش شبكت فاتي اسيد. فلو شبكت فاتي اسيد في الاو اتش بتاع الكوليسترول ايه يبقى ايه؟ قال لك ال كاب بيفاعل الليزين والفوسفوليك مع الكوليسترول وينقل فاتي اسيد من الليزين الى الكوليسترول. كوليسترول يا عبد الرحمن جاله فاتي اسيد يبقى كوليسترول استر. والليزين فقد فاتي اسيد يبقى اسمه لايزوليزين. والانزيم اسمه ال كاب ليزيسين كوليسترول ايسايل ترانسبريز. قصده بينقل فاتي اسيد ايسايل يبقى اسمه ايسايل ترانسبريز من الليزيسين الى الكوليسترول يبقى اسمه ليزيسين كوليسترول ايسايل ترانسبريز. هنعرف دور الانزيم ده قوي 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 في اخر حصتين في الليبيد لما ناخد الترانسبورت اوف اللايبيد. ده دوره في الترانسبورت وفي اللايبوبروتين من مكان لمكان. الناس اللي جايه متاخره انا بتكلم على الكونجوجيت الليبيد والانواعين حسب الالكول. نوع فيه جليسترول جليسترولوفوسفاتايد، نوع فيه سفنجوزين سفنجوليبيد. كل واحد تصنيع اكسي سينثيسيس اوف جليسترولوفوسفاتايد بروتين باثوي بتاعه مش مهم. اعرف كلمه واحده بس ان التصنيع ريكواير سي تي بي عشان انترميديت كارد على السي دي بي وده سؤال اكس كيو جاي كل سنه ثلاث سنين كل سنه في الامتحان. تكسير طريقتين فوسفولايبيزس اي 1 اي 2 سي دي على 10 كيلو على السي دي بي على السي دي بي. بدخل سي دي بي انا محتاج سي دي بي ليه؟ عشان بشيل على السي دي بي. يبقى عندي مثلا حاجه فيها فوسفيت انا بدخل سي تي بي واطلع بي بي اي معايا سي بي السي بي على الفوسفيت يبقى سي تي سايتيدين داي فوسفيت. فانا عن سايتوزين وريبوز وتيفوسفيت سايتوزين ده بايوديكيز. الطريقه الثانيه اسمها اللي كات ليزيسين كوليسترول اسايد ترانسفيت وده بيحول الكوليسترول لكوليسترول استر. ازاي؟ بجيب له فاتي اسيد منين؟ من ليزيسين. فبنقل الفاتي اسيد من الليسن على الكوليسترول. كوليسترول جاله فاتي اسيد يبقى كوليسترول استر. والليسن فقد فاتي اسيد يبقى اسمه ايه؟ لايزو ليسن. ودول طريقتين بكسر بيهم الجليستروفوسفاتايد. اوكي معايا بقى ميتابوليزم اوف سبنجوليم. والميتابوليزم اوف سبنجوليم كان معتاد تصنيع وتكسير. انا متفق معاكم ان اهم حاجه في السبنجوليم مركب اسمه سيراميد. فلو سيادتك صنعت السيراميد انت كده صنعت السفنجوليم. طب نبص مع بعض ازاي نصنع السيراميد. لو تفتكر السيراميد السفنجوزين شابك فيه فاتي اسيد في رقم 2. السفنجوزين ده الكو. لو شبكت فيه فاتي اسيد في رقم 2 ببوند اسمها ايمايل بوند يبقى اسمه ايه؟ سيراميد. السيراميد ده اهم حاجه في السفنجوليم. ليه بقى؟ لو حطيت في رقم واحد فوسفين وكولين يبقى اسمه سفنجومايد. حطيت في رقم واحد جلوكوز او جلاكتوز سيريبوزايد. حطيت في رقم واحد جلاكتوز 3 سلفيت سلفوليبيد. حطيت رقم واحد نانا يبقى اسمه جلاكتوزايد. يبقى اهم مركب في جميع الجلاكوليبيد السيراميد. صنعت سيراميد يبقى انت صنعت سفنجوليد. لو فكرت سنه اولى مش مهم سنه اولى. طب نبص مع بعض ازاي نصنع السيراميد. باثوي تصنيع السيراميد ريجن بس بيحبوه. تصنيع السيراميد مهم وبيحبوه وبيجيبوه في الامتحان. يلا نشوف ازاي نصنع السيراميد. السيراميد خلي بالك جاي من السفنجوزين. والسفنجوزين حط في بالك 18 كربون. السفنجوزين كام كربونه؟ 18 كربون. بجيب امينو اسيد اسمه سيرين وده ثلاث كربون افعله مع بالميتويل كوين وده 16 كربون. يبقى جيت سيرين اللي هو ثلاث كربونات مع بالميتويل كوين وده كام كربون؟ 16 كربون. واشبكهم مع بعض بنزيم شهير مشهور احفظ اسمه. اسمه سيرين بالميتويل
ترانسفيرينز اسمه ايه؟ سيرين بالميتويل ترانسفيرينز. ده بيطلع سي او 2 ومحتاج بي اللي بي. مين بقى البي اللي بي ده بقى؟ فايز ال بي ال يا كاش يا فارس لايف وتيلا ال بي ال ده انزيم ده بي ال بي واي بي وانه خلاص برافو عليك باي وسيلفوس بي ده اخد فور وباي بي كام؟ بي كام؟ بي 6 طب خدناه فين يا حامد يا بقى ده باي ده كاش يا بلد لا طب الناس تلاقي فاكر بلاش Oxidation of extra microphonalish وده كان يوم السبت ده اهو بالكام في زي اسمه AST بيعمل ترانس امينيشن وبيحول اوكسالو استيت لاسبرتيت ده هنتهى الكلام يوم السبت ال AST عايز ايه؟ الترانس امينيشن محتاج دي ال بي كمان اهو السرين بالميتويل ترانسفريز محتاج دي بايلوكسال فوسفين يقول لك هاجمه بالسرين مع البالميتويل واي واجاوب مركب اسمه شاعري قوي بسم الله ما شاء الله اسمه 3 كيتو اسفنجانين اسامينا زي الفل 3 كيتو اسفنجانين بص معايا أدخلت سرين 3 بالميتويل كوي 16 يعني 19 طلعت واحد سي او 2 بقى عندي 18 يبقى خلاص انا ايه كونت الهيكل اللي اسمه 18 كربون هكمل بقى بيه الثلاثه كيتو اسفنجانين بنزيم اسمه ريدكتيز اروح مدخل ناد بي اتش بلس اتش واطلع ناد بي بنزيم اسمه ريدكتيز يبقى عندي اسفنجانين لو انت ذكي الفرق ما بين الاسفنجانين والاسفنجوزين 2 هيدروجين يعني اسفنجانين عباره عن اسفنجوزين بس ذات ايه هيدروجين هو لو الاسفنجوزين حطيت له فاتي اسيد مش يبقى اسمه سيرامي طب الاسفنجانين اللي ذات هيدروجين لما احط له فاتي اسيد يبقى سيرامي ولا داي هيدرو سيرامي فالاسفنجانين زي ايه؟ هيدروجين. فاروح مدخل ايسايل كو اي ومطلع كو اش فيديني داي هيدرو سيرام ازاي يا سلمى؟ انطق الله يخليك احول الداي هيدرو سيرام لسيرام محدش يرضى داي هيدرو سيرام عايزه يبقى سيرام اشيل منه ايه؟ الحمد لله الحمد لله ويدخل فاد ويطلع فاد اتش 2 بانزيم اسمه دي هيدروجينيز فاحول الداي هيدرو سيراميد لسيراميد وده بقى اللي هعمل منه جميع الاسفنجولين قال لك احط فوسفيت وكولين اسفنجولين جلوكوز جلاكتوز ريبوزايت وهكذا ده بصنع منه جميع الاسفنجولين الباثوي ده رخم بس مهم لا من غير فورمولا ده من فورمولا بنت 18 كربون ده موجود يجي في ماجستير فورمولا ده ماجستير مش راجل بجد يبقى السرين مع البالميتويل كويه السرين بالميتويل ترانسفريز تحتاج بيه دي ما تنساش اعمل 3 كيتو اسفنجانين اسمه ايه؟ اسفنجانين ريدكتيز نت بي اتش بلس اتش يديني اسفنجانين اسايل كويه يطلع كويش داي هيدرو سيراميد اشيل هيدروجين على الفاد يبقى عندي سيراميد وده الكور سابستنس الماده الخام اللي هعمل منها جميع الاسفنجولين طب سيادتك بالهنا والشفا صنع الاسفنجولين عايزين نكسر بقى قال لك جميع الاسفنجولين تتكسر بمجموعه من اللايزوزومال انزيمز ايه خدناه يا نوران قبل كده؟ بيتكسر في اللايزوزومال انزيمز فاشله ايه يا عبد الرحمن؟ انت بترفع ايدك اهو لا بس انت تاني طب جاوب انا جاوب بختار جاوبني اجاوب فاكرين يوكو بولي ساكرايدز اللي هي اكس
فبتكسر بلايزومال انزيمز، ولو حصل ديفيشن بلايزومال انزيمز يحصل اكيوميشن ميوكو بوليساكرايد ديزيز اسمه ميوكو بوليساكرايدوز. اعراضه بحروف كلمه مش دي في دي استنى بس مين حرام عليك يا قلبي ده احنا وصلنا لدرجه انه مش عارف ايه السنه دي احنا بنقول ده احسن درجات الحرام عليك خلاص. هي نفس الكلام على فكره، لو حصل نقص في اللايزومال انزيمز اللي بتكسر السفنجوليبيدز يحصل اكيوميليشن للسفنجوليبيدز في التيشوز وامراض هناخدها حالا اسمها سفنجوليبيدوزيس. نفس الفكره، يبقى تكسير السفنجوليبيدز باللايزومال انزيمز. قول لي يا عبد الرحمن سؤال. فاتش 2 ولا بنادم؟ لا ما هنا بالفاتش 2. انت قصدك عامة ولا هنا؟ لا يعني هو جالك مثلا هنا وهنا طبعا اي حاجة من جالك اف مني انا ديالجنيز بشيل على الجنيز حسب بقى الكارير اللي بحبه بقى. في ناس على الناد، ناس على الناد بي، ناس على الفات، مش جي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت ديالجنيز ان شاء الله. انا مين؟ على الناد بي. فانا ديالجنيز بشيل على الجنيز على اي كارير بقى اي جنيز كارير. مالهاش علاقة بالزيتون او لا 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 ليه علاقه بسيط يعني، يعني الناد دي كله سد سون ما احنا متفقين من زمان. الفات كله ميتوبولي. انت ازاي؟ اوكي هذا الانزيم كل انزيم اللي كارف مثلا. يبقى ده صنعنا وكسرنا جلسترول فلاك وصنعنا وكسرنا اسفين بوليبيز بلايزومال انزيمز. الامبورتنس اوف الفوسفوليبيد اكتب ملغي. يلا حاجه تفرح الاولاد، يلا حاجه تفرح الاولاد. اه مش كاتبوا عندك عشان الكوره يبقى الراقه بدون هات المذكره والجرافه. يبقى هو يا جماعه اورال بس، ده في سنه اولى بيتقال في الاورال بس، لكن مش موضع اسئله في الريتن. ادخل بقى ايه الديس اوردرز اوف الميتابوليزم اوف الكونجوجيتد. لا لا ما هو ده اللي قلت لك السلامة تحط عليها فوسفيت وفنيل. أمراض مرتبطة بالميتابوليزم وفي الكون جوجيتي. أول مرض قديم خدناه زمان ريسبيريشن ار دي اس ريسبيراتوري ستريس سندروم. دي اسم ايه؟ هايرايد ميمبرين ديزيز نتيجة نقص اللنج سيرفاكتور. طب ايه علاقة اللانجز الفاتن بالكون جينيزيك؟ طب تصريف؟ برافو عليك يا حسين. دار شغال بس انا اللي فاتت بس. دار بارميتوريس. لو نقص اللانجز الفاتن البيبي يتولد ازاي خده؟ يتولد ازاي خده؟ ازاي خده؟ وهكذا ليه؟ اصل اللانجز الفاتن مهمة الاكسبانشن والريكويل بتاعنا. فلو ناقصة خلاك يحصل ريكويل من غير اكسبانشن وبالتالي يحصل هايلايت برين ديزيز او ريسبيراتوري ستريس. طب انا ازاي اعرف اللنج سيرفكتنت موجوده في الجينيات كفايه ولا لا؟ قال لك والله بقطع عينها من قبل الفلو وايز ريشيو اسمها ليسيسن اسفنجو فايرين ريشيو. ما احنا قلنا السيرفكتنت ده لسه لو لقيت الريشيو دي 2 لواحد او اكتر يبقى في لنج سيرفكتنت كبيره. قول الست لو عايز تولدي حالا تولدي مفيش مشكله. لقيت الريشو اقل من 2 لواحد اوعي ده لو اتولدت لو ولدت دلوقتي البيبي مش كامل وممكن يجي له ار دي اس لاسبوعي اسبوع او 10 ايام لغايه ما اللانكس فاتن تبقى بس متصنعه والبيبي يبقى بس. بس في دواء مكتوب في الريسبريشن يزود تصنيع لانكس فاتن. ايه؟ مقاله ايه؟ ما كل حاجه فاتن. كورتيزول ده الستيرويدز انكريز انفورميشن اوف اللانجز فاكتور. ده سؤال اورال استاذنا الدكتور محمد عبد الحافظ يقول لك لو عندك مشكله في اللانجز فاكتور تدي ايه للام؟ الام بتاعته الام استيرويدز. يبقى الستيرويدز انكريز انفورميشن اوف اللانجز فاكتور. يبقى هذا الديزيز قديم قديم قوي وكلام عيب تغلط فيه يعني سنه اولى اسمه ار دي اس ريسبيراتوري ستريس سندروم او هايلايت ميمبرين ديزيز نقص في اللنج سيرفكتنت.
اللي هي عباره عن ضاي فورمالدهيد السيل. ازاي قيس اللانج ماتيوريتي بالليسل سبيد وبالي ريشيو؟ 2 ل1 او اكتر السيل ماتيوريتي ده الكل، اقل لا تستنى شويه. الدواء اللي بيزود تصنيع السيرفاكتر اسمه ايه؟ استرويد. قول يا عمرو. نعم ده نوع من السبيد ليبتس يا عمرو، احنا كنا ليه كده؟ مش قلنا في اول صفحه خدناها النهارده معايا السبيد ليبتس سبيد موبايل سبيد دايت فده نوع من السبيد ليبتس اول صفحه في السبيد. طيب ده اول ديزيز اسمه ار دي اس. الديزيز التاني سيبتك يسمى مالتيبل اس كيلروز، وده حديث العصر من دول يعني مهتمين بيه جدا عشان مرض خطير. اسمه العربي مرض التصلب المتعدد، اسمه كده مالتيبل اس كيلروز التصلب المتعدد. ما نعلمه عن هذا المرض قليل، هو مرض جديد في الغالب. انا بوصفه بقول عليه اوتو اميون ديزيز. يعني ايه يا واد اوتو اميون ديزيز؟ مرض مناعة ذاتية يعني. هيطلع انتي بادز ضد ماي اون بروتين. ده اوتو اميون ديزيز. بيطلع الفكرة انتي بادز ضد المايلين شيلد. ضد مكونات المايلين شيلد. وبالتالي هذا يؤدي إلى دي مايلينيشن. يعني مفيش مايلين شيلد. Of the nerves of white matter. وبالتالي تبقى similar ل gray matter. هي ال white بره ولا جوه؟ ده هيستوبري. ال white matter بره ولا جوه؟ ولا جوه؟ على حسب. ال white matter بره وال gray matter جوه وال white matter myelinated. يا باشا مش هعرف الكلام يستوبري. معظم الناس او الحاله الاغلب المعتاده وايت ماتر مش عارف فوق وتحت والكلام ده يسوق، لكن السي اس مينلي الوايت ماتر بره والجراي ماتر جوه والوايت ماتر مايلينيتد والجراي ماتر دي مايلينيتد. دي حته الدنيا معكوسه فيها بس ده يسوق مش موضوعنا من بره. يقول لك بيحصل دي مايلينيشن للنيرف اوف وايت ماتر وبتبقى سيميلر للجري ماتر، يعني بره بقى زي جوه. ليه؟ عشان طلع انتي بادز ضد مكونات المانيشيز. الشخص ده هلاقي في السي ان اس عنده الفوسفوليبيد والجلايكوليبيد قليلين. وهلاقي في السي اس اف سيريبرو سباينال فلويد الفوسفوليبيد عالي، معرفش ليه، محدش عارف، موضوع غامض شويه. واي جي جي عالي، ده معروف بقى. عشان هو اوتو ميو ديزيز الاي جي جي بيبقى عالي. يبقى كل الكلمتين اللي تعرفهم في المالتيبل سكلوز هو نيورولوجيكال ديزيز لسيفير نيورولوجيكال مانيفستيشن. اوتو ميو سببه ان في انتيبادز ضد الكونفورت اوف المالين شيل. فبيحصل دي مالينيشن للنيرف اوف الوايت ماتر وبقت سيميلر للجراي ماتر فبقى بره زي جوه. طيب لو بصيت على السي ان اس فوسفوليبيد قليل جلايكوليبيد قليل. لو بصيت على السي اس اف فوسفوليبيد عالي اي جي جي عالي. ليه اي جي عالي؟ لانه يعني اوتو اميون ديزيز. وعشان ليه علاقه بالفوسفوليبيد والجلايكوليبيد خدناه ضمن الديزيزز اوف الكون جوجيت. مش عارف نيورولوجيكال بيحصل بريكونسيت ده جدا 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 يورايتس ومشاكل وباراليزيز ممكن يوصل لدرجه ان هو ما بيتحركش. المالتي سكلوروس ده عند ايوه عند اللي كانوا عاملين الايس شرح العين حاجه زي كده يعني بيوصل ممكن تبقى بارلايز. ده موضوع كبير قوي يعني مهتمين بيه جدا دلوقتي. هو ما نعلمه عنه يعني غامض، هو ديزيز غامض مفيش تفسير كتير ليه. يعني هو السي ان اس قال عشان في عندهم الدكتور، لكن واي جي زاد عشان ده ودول، لكن ليه الدكتور زاد سي اس اف ده غامض. اللي يهمني اكتر بقى الديزيز اللي بعدها اللي اسمها سفينجو ليبيدوزيس. سفينجو ليبيدوزيس هو كلمة اوزيس معناها ايه؟ لا خدناها مش
عندك لايكوجينوزيس وخدنا ميوكو بولي ساكرايدوزيس حاجه زايده واكيوميليتد في التيشوز. خدنا قبل كده لايكوجينوزيس وخدنا كمان ميوكو بولي ساكرايدوزيس حاجه زايده واكيوميليتد في التيشوز. فيلم سبينجو ليبيدوزيس السبينجو ليبيدز زايده واكيوميليتد في التيشوز. ليه زايده؟ مش عارف اكسرها. فالجوز ديفيشنسي اوف واحد او اكتر من اللايزوبال انزيمز اللي بتكسر الاسفنجوليت. في اللي بيذاكر الكتاب هيلاقي امراض كتير قوي اي ساكس ديزيز وفابري وفاربر وكابري كل ده عليا فيه فقط اثنين اللي مكتوبين في النوتس والعربي. اول واحد اسمه جوتشار ديزيز. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله تبارك الله. كل واحد من الاثنين تعرف اسم الديزيز ايه؟ الديفكتيف انزايم ايه؟ اكيوميليتد ميتابولايت ايه؟ اسم الديزيز ايه؟ ديفكتيف انزايم ايه؟ اكيوميليتد ميتابولايت ايه؟ اسم الديزيز جوتشر، جوتشر ديزيز. الديفكتيف انزايم بيتا جلوكوسايديز. اكيوميليتد ميتابولايت جلوكوسيرابين. يبقى اسم الديزيز جوتشر. Defective enzyme beta glucosidase accumulated metabolite glucose. ده أول واحد اسمه إيه؟ جوتش. الثاني يا سلام اسمه إيمان باشا ديزيز. اسمه إيه؟ لا ملحقش يبقى باشا للأسف. نيمان بيك، نيمان بيك ديزيز. كان نفسه والله. نيمان بيك ديزيز. اسم ديزيز نيمان بيك. Defective enzyme sphingomyelinase. Sphingomyelinase. وعينه رايق بالذمه كده. لو السفنجومايلينيز ناقص مين يزيد؟ يعني السفنجومايلينيز ناقص مين يزيد؟ مفيش فايده. سعد زغلول قال مفيش فايده. لو اللاكتيز ناقص مين يزيد؟ طيب لو السفنجو مايلين او الاثنين السفنجو مايلين از نايس يزيد السفنجو مايلين. وده اسمه سيادتك ايه؟ نيمان باشا. لا مش باشا يا عم بيك، نيمان بيك. التو ديزيز دول هما اهم التو ديزيز في شابتر الليبت كله. بيحبوهم زي عينيهم. الاول اسمه جود شارب نقص بيتا جلوكوسايديز اكيوميليشن جلوكوسيرب. الثاني نيمان بيك ديزيز نقص سفنكومايلينيز اكيوميليشن سفنكومايلينيز. سواء كان ده او ده اعراضه بعض. الاثنين نفس العرض. اول عرض منتال ريتارديشن. وايه يعني؟ عادي يعني. كمان نيورولوجيكال مانيفستيشن. ولا يهم واحد متخلف عقليا هيفرق معايا يعني. كمان هيبقى عنده هيباتوميجالي وسبلينوميجالي ما يهمنيش. كمان هيبقى عنده سكيليتال ديفورميتيز. يا نهار اسود. كمان مش بس كده هيبقى عنده كمان رينال فيلير. يعيش ده؟ يعيش؟ يعيش يعمل ايه؟ يعني انت كل اللي عايز يعني. فالبروجنوزيس فيري بور. هيداي بيفور 1 يير. I die early in life before 1 year. ده اسمه جوتشر او نيمان بيك ديزيز. I die early. طب احاول اعالجه لسه بقولها والله. ده احاول نعالجه. عالجه انت يا احمد. احنا اسفين يا احمد. عالجه انت يا احمد. بنعالجه ازاي؟ في محاولات لعلاج جوتشر ونيمان بيك. ده حاجه اسمها بون مارو ترانسبلانتيشن. زرع نخاع عظام او حاجه اسمها جين ثيرابي. يعني ايه جين ثيرابي؟ علاج الجينات. الانزيم اللي بايظ ده عشان الجين بتاعه بايظ صلح الجين نفسه. لو صلحت الجين الانزيم هيفرق. هو علاج الجينات اندر ترايب. يبقى في محاولات لكن لما تفلح حتى الان تدي علاج وتخرج كده واشتغل على الموضوع ده ويبقى عالج كبير من هنا ولا لا. اي قسم؟ علم بلاتين الجينات.
يا باشا احنا عندنا مباني مباني ناس بتيجي تشرب شاي وتقمع باميه وتمشي تاني مش نادي مين اللي في القصر يا عيني حبيبي صلح على النبي صلح على النبي الكلام ده حاجه ادفانس جدا 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 احنا ممكن مثلا بنعمل حاجه بتتعمل في يو اس او اوروبا 50 سنه احنا دلوقتي بنشتغل عليها واضح يعني الاجهزه والحاجات اللي بنعملها يعني احنا كل مجهودنا مجهود عقلي يعني ممكن نعمل حاجات وننشر بيبر برضه فانا بنشر حاجات برضه يعني اسمنا اسم باور كيمستري اللي انتم مسوينه كده بنشر مثلا في السنه 20 بيبر برضه بنشر ماجازين بس مجهود عقلي اكتر منه الات ومعدات محترمه يعني بيقول لك الشاطر هتغزل بايه؟ برجله حمار فاحنا بنغزل برجله حمار عشان نطلع كده حاجه علميه ينفع تنشر لكن طبعا الحاجات اللي جينات نشيط كلام ادفانس جدا جدا يعني 2025 ممكن تلاقيه في مصر ان شاء الله ده لو حصل لو في مصر هيبقى في ياخي ان شاء الله يا فسكو يبقى دول اسمهم سفينجوليبيدوزيس نقص لايزومال انزيمز اللي بتكسر السفينجوليبيدز وال2 ديزيزز جوتشر نقص بيتا جلوكوزيديز اكيوميشن جلوكوزيرم ميمان بيك نقص سفينجوماليز اكيوميشن سفينجو مايل اعراض واحده من ترتيشن يبقى توميجالي سبرونميجالي نيوروجيكال مانيفيستيشن سكيلر ديفورميتيز رينال فيلير هاي داي ايرلي لايف احاول اعالجه احاول في حاجه اسمها فور بار ترانسبلانتيشن او جين ثيرابي ده كده خلصنا الجزء الخاص بالكون جوفيد ليبت ندخل في اهم موضوع في شابتر الليبت على الاطلاق كيتون بادي ميتابوليزم انا قبل كده قلت لكم ايه اهم موضوع في شابتر بايولوجيك جريبس اهم موضوع في شابتر الكربوهيدرات جلوكوجينيسيس اهم موضوع في شابتر الكيتون بادي اللي فين طبعا مفيش امتحان بايوكيمستري يخلو من الكيتون بادي من اهم مواضيع الترم الاول على الاطلاق راجع اربع خمس ست امتحانات فاتوا كل امتحان موضوع كده لازم موضوع كده طبعا كيتون بادي ميتاب في البدايه لازم نعرف مين هم الكيتوكاز الكيتون بادي ثلاثه اول واحد بسميه اسيتو اسيتيك اسيد او اسيتو اسيتيك وده سي اتش 3 C double bond O, CH2, COH. ينفع اسميه اسيتو اسيتيك وينفع اسميه بيتا كيتو بيوترين. بأربع كربونات بيوترين. في البيتا كربون كيتون ده اسمه اسيتو اسيتيك او بيتا كيتو بيوترين. الثاني اسمه بيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد او بيتا هيدروكسي بيوترين. ده CH3 CHOH CH2 COH والتالت شهير مشهور اسمه أسيتون ده CH3 C double bond O CH3 ال 3 كيتون بادز دول يا جماعة هم الكيتون بادز اوف ذا بادي تصنيع الكيتون بادز دول اسمه كيتوجينيسيس تكسرهم كيتوليسيس زيادتهم في الدم كيتوزيس ودول الثلاث عناوين اللي عليا في الكيتون بادي اصنع كيتون بادي اسمه كيتوجينيسيس اكسر كيتون بادي كيتوليسيس يزيدوا في الدم كيتوليسيس بيسالني في الامتحان يقول لي مين الميجور كيتون بادي في الجسم بيتا هيدروكسيبريد ده سؤال قرشين قوي اشهر كيتون بادي الاقيه في الدم وموجود في الجسم هو البيتا هيدروكسيبريد يسعى عبد الرحمن كان كيتون في الاساس ايه لما نبص على التصنيع التصنيع بيجي منه فهو جاي من كيتون هنشوف التصنيع ده ثلاث كلمات يا جماعه كيتوجينيسيس كيتوليسيس وكيتوزيس نبدا باول كلمه فيهم كيتوجينيسيس اكتب مهم جدا 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 زي اي باثواي ديفينيشن وسايت وستيبس وامبورتنس وريجيشن كلمه يا محمد اخرها جينيسيس هعرف اقول
synthesis. يبقى synthesis of ketone bodies ده اسمه كيتوز. السايكليك بص بقى حلقه بودي الكيتون بادي ميتابوليزم سواء تصنيع او تكسير ميتابوليزم. كيتون بادي ميتابوليزم تصنيع او تكسير ميتابوليزم. فدي موجوده في الميتوكوندريا اوف الليفر اون. في باثوي خدتها قبل كده يا عمر بتحصل في الليفر اون. قول يا فاشل يا بوليس الليفر اون يا فاشل بروجريسيف الليفر اون يا فاشل يا بوليس لا يا بوليس يا فاشل يا بايظ الليفر اون ليه؟ فردوس في عينك اتش بي في عينك يوروني يا سلام يا انت حي الله شعب الكويت يا راجل ايوه كده اليورونيك اسيد بسويك كان السيتوزول اوف ليفر اولي ودي داخله في امتحان يوم السبت يا باوين اه والله اللي بتعمل بالكلام ده يوم السبت ما انتوش عارفينه ليه عشان تصنع بلوك يورونيك اسيد وده مهم للدي توكسيفيكيشن اه يعني تعرضوا عن دول المستقبل كده وكده انا عارف انا لازم واحد انت تاخد اليورونيك وياخد ايه الشفير وظبط حالك بقى لا اله الا الله شير في الخير صح آه. ماشي نفسي الاقي عليك يا استاذ طلع عينك طلع عينك انت تلاقي باخد دول لا يا عم مش فارق يا عم ميتوكوندريا اعمل انت عايزه ميتوكوندريا اوف ذا ليفر اونلي تمام طيب عايز اعرف ايه البيلدينج يونت يعني لو عايز ابني الكيتون بادي ابني مين؟ يقول لك من الاسيتايل كويت اللي اسمه ادجنتيف اسيت بس عنده شرط شرط ايه؟ هذا الاسيتايل كويت بيكون جاي من فاتي اسيد اوكسيديشن وما ينفعش ابدا نيفر ايفر يكون جاي من كربوهيدرات اوكسيديشن خلي بالك هو انا كان عندي شرط في الاسيتايل كويت اللي ابني بيه فاتي اسيد كان شرط ايه؟ يكون جاي من كربوهيدرات يبقى الستايل كوي اللي ببني بيه فدي اسيد شرط يكون جاي ايه؟ من كربوهيدرات ولكن الستايل كوي اللي ابني بيه كيتون بادز شرطي جاي من فاتي اسيد اوكسيديشن ونيفر نيفر يكون جاي من كربوهيدرات اوكسيديشن وده سؤال اكسبلين واي شهير يقول لك اكسبلين واي الستايل كوي فروم كربوهيدرات او جلوكوز اوكسيديشن نيفر فور كيتون بادز ليه بقى؟ لو سيادتك بتعمل كربوهيدرات اوكسيديشن انت بتعمل جلايكوليسيس والجلايكوليسيس بتطلع بايرو فيت اللي بتدي اوكسالو اسيتيت اللي هي البرايمر اوف كريبس فالاوكسالو اسيتيت يروح شبكه ام سوري تشبك في الستايل كوين وتدخل الكريبس ان ذا فورم ايه؟ اوف سيترين يبقى كربوهيدرات اوكسيديشن بيدي بايرو فيت اللي يدي اوكسالو اسيتيت ودي البرايمر اوف كريبس فالستايل كوي تشبك مع الاوكسالو اسيتيت ويدخلوا مع بعض ان ذا فورم اوف ايه؟ اوف ستريت الكريبس وعشان كده الكربوهيدرات اوكسيديشن ما ينفعش ابدا تدي كيتون بادز شرط دي عشان اعمل كيتون بادز الستايل كوي ايه؟ جاي من فاتي اسيد اوكسيديشن نقول مره كمان ليه؟ لان الكربوهيدرات اوكسيديشن جيبز باروفيت اللي جيبز اوكسالو اسيتيت اللي هي البرايمر اوف كريبس يبقى الاكسالو اسيتيت دي تروح شبكه مع الاستايل كوي وتروح داخله معاها كريبس انت فورمه فين؟ اوكسيديت وبالتالي الكربوهيدرات اوكسيديشن ما ينفعش ابدا يعمل كيتون بادز. واقول لك كلمه حلقه في ودانك هتخلص موضوع الكيتون بادي كله. ايه الكلمه دي؟ دايما الانسولين والاوكسالو اسيتيت الانسولين والاوكسالو اسيتيت مع الكيتوليزيت واجينس الكيتوز مره كمان انسولين اند اوكسالو اسيتيت انسولين اند اوكسالو اسيتيت وذ الكيتوليسيس واجينس الكيتوليسيس لما عندي اوكسالو اسيتيت ما اعملش كيتوجينيسيس ابدا اعمل عكس الكيتوليسيس الانسولين والاوكسالو اسيتيت وذ الكيتوليسيس against ketones وعشان كربوهيدرات اوكسيديشن تدي بايروفيت اللي تدي اوكسالو اسيت ما ينفعش ابدا اعمل ايه؟ كيتوجينيسيس ليه؟ لان البايروفيت تدي اوكسالو اسيت يشبك مع الستايل كوين
يروح داخل معاك كريبس is a form of secretion. ادخل steps of ketogenesis. ايه يا ترى steps of ketogenesis؟ اشرحها بالفورمولا عشان سيادتك بالفورمولا بني ادم ومحترم وبتفهم. من غير فورمولا لا بني ادم ولا محترم ولا بتفهم. لكن الفورمولا للفهم فقط. انا هبدأ الباسوي باثنين اس تايب وين. اهو ده واحد اس تايب سي اتش 3 سي او اس 2 كوينزايم. ادي اهو اس تايب وين. لا ما شاء الله يعني اذان والاقامه كمان بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وادي سي او اس كوينزايم كمان واحده اس تايب اتنين اس تايب يا جماعه بس واحد واقف وتاني نايم. واحد واقف وتاني نايم. اروح مجمع الاثنين مع بعض بنزيم اسمه ثايوليز. اسمه الانزيم ده بيطلع كواش. ازاي بقى اطلع كواش؟ بص معايا الاس كويدي تاخد اتش من السي اتش 3 وتطلع في صوره ايه؟ كواش. علم زي ما علم الاس كويد تاخد اتش من السي اتش 3 وتطلع في صوره ايه؟ كواش. يتبقى ايه؟ بص على الجروب السي او اس كويد زي ما هي ودي كانت سي اتش 3 تبقى سي اتش 2 صح؟ واروح شابك فيها ال C O C H 3 دي بقت C H 2 C O C H 2 C O واروح شابك فيها ال C O C H 3 وال S O A خلت H طلعت كوتش. طب مين ده؟ قال لك C H 3 C O C H 2 C O O H اسمه أسيتو أسيتيك. طب ده أسيتو أسيتيك موجود على كوينزايم A يبقى ده اسمه اسيتو اسيتايل كو ايه. اللي بيفهم لمن يفهم وقليل من هم. يقول لك الخطوه دي عكس اخر خطوه في اخر سايكل بيتا اوكسيديشن. عكس اخر خطوه في اخر سايكل بيتا اوكسيديشن. اصل في اخر سايكل بيتا اوكسيديشن الرانيوم انا عندي سايكل كام؟ اربعه. وفي اخر خطوه اخر سايكل يبقى عندي كيتو اسايل في اربعه. اروح اسمه بالثايوليز لاثنين اسايل. عندي فاهم حاجه دي عكس اخر خطوه في اخر سايكل ديتا اوكسيديشن. اخر سايكل عندي اسايل في كام؟ اربعه. دي في اخر سايكل في البدايه. فاخر خطوه يبقى عندي كيتو اسايل في اربعه. اهو ما ده كيتو اسايل. دي الالفا ودي البيتا اللي اسمه بيتا كيتو اسايل. بالثايوليز اقسمه الاسيتايل والاسيتايل. فدي عكس اخر خطوه في اخر سايكل بيتا اوكسيديشن. جبت اثنين اسيتايل كويت بنفس الانزيم اللي اسمه الثايوليز الثاني اسيتو اسيتايل كويت. اسكت؟ لا اروح شابك اسايل كويت كمان سي اتش 3 سي او اس كويت واطلع كمان كواش وادخل ميه. بص يا عمر هعمل انا عايز اطلع كواش الاس كو ايه ده عشان يبقى كواش ياخد ايه؟ اتش من سي اتش 3 ويطلع اس كواش فيتبقى هنا سي اتش 2 سي او فطلعت منه كواش يا جماعه. فيتبقى مين؟ السي اتش 2 سي او ما خدت اتش من الاس كو يبقى كواش فيتبقى سي اتش 2 سي او. طب بص بقى هعمل ايه؟ انا هرسم المركب ده زي ما هو اهو زي ما هو سي او اس كو اي وهنا سي اتش 2 وهنا سي او سي اتش 3 وده هو ده رسمته زي ما هو. اروح شابك بقى السي اتش 2 سي او اي سي اتش 2 سي او ما شبكتها؟ مش ده بقى منه سي اتش 2 سي او؟ شبكته في ده؟ اهو سي اتش 2 سي. بس ما تنساش سيادتك دخلت ايه؟ ميه. وميه يعني اتش و او اتش. ادي الاتش وادي الاو اتش.
نعملها مرة كمان؟ نعملها مرة كمان اهو. يلا مرة كمان. انا بقول انا عندي المركب ده اللي اسمه اسيتو ايستايل كوين، ودخلت ايستايل كو ايه كمان وطلعت كواش، عشان اس كو ايه تبقى كواش خد اتش من سي اتش سي، فتبقى سي اتش 2 سي او. رحت رسمت المركب ده زي ما هو اهو زي ما هو، ورحت شابك اللي باقي من ايستايل كوين اللي هو سي اتش 2 سي او، ودخلت ميه يعني اتش واتش على الاو اتش وعلى السي او او اتش، وعملت هذا المركب. بس المركب ده ما اعرفش اسمه ايه، مش عارف اسميه. اي مركب ما انتش عارف اسميه عدي كم كربون. نعد 1 2 3 4 5 خمس كربونات، وفي واحد كربوكسيلات وكمان واحد كربوكسيلات. ومين الاسيد اللي خدناه قبل كده؟ خمس كربونات واثنين كربوكسيل. والله خدناه واحده في الكريبت سايكل. بيطلع كريبس. بسم الله ما شاء الله. يا جماعه الكلام ده نتعب فيه الله يحرق ونستبعد. بلو تاريك اسيد. بلو تاريك اسيد. بس ده بيتشال على جو ايه؟ فيبقى اسمه جلو تاريك جو ايه؟ وده كمان في البيتا كاربون. ايه بص معايا. في البيتا كاربون شابك ميثايل جروب. يبقى بيتا ميثايل جلو تاريك جو ايه؟ وكمان شابك او اتش يبقى بيتا هيدروكسي ميثايل بلوترايل كو ايه، او المدعو همج كو ايه. هو ده الهمج في الاورال. بيقول لك اتش ام جي كو ايه لفظ ايه؟ تقول له بيتا هيدروكسي ميثايل بلوترايل كو ايه. ما في البيتا كاربون شابك او اتش وميثايل، يبقى بيتا هيدروكسي ميثايل بلوترايل كو ايه بيتا هيدروكسي ميثايل بلوترايل كو ايه. او همج كو ايه. والانزيم اللي صنع همج كو ايه فوزي اسميه همج كو ايه سينسيز ولا سينسيتيز؟ ايز ولا تيز؟ برافو عليك. همج كويسنسز. ليه؟ ما احتاجش انرجي، يبقى اسمه همج كويسنسز. وده بيصنع لي همج كوي. اروح مكسر الهمج كوي من غير ميه. هو اللي بيكسر من غير ميه يبقى اسمه هيدروليز ولا بايز؟ يبقى الانزيم ده اسمه همج كويلايز. والاثنين دول يا جماعه الهامك كويسنسيز والهامك كويلايز هما كي انزيمز وموجودين في ميتوكوندريا اوف ليبر وبس. عشان كده كيتوجينيسيس ميتوكوندريا اوف ليبر بس. بص معايا بعمل ايه؟ بص بعمل ايه؟ بص بعمل ايه؟ بص بعمل ايه؟ انا بجيب الاتش دي اهي دي واروح مديها للسي اتش 2. بجيب الاتش دي واديها للسي اتش 2 فتطلع في صورة اسيتايل كوين سي اتش 3 سي او اس كوين. ويتبقى الجزء ده ارسمه بقى ده سي اتش 3 سي او سي اتش 2 سي او اتش، ده اسمه اسيتو اسيتيل. يبقى الهمج كو اي رايز بيطلع اسيتايل كوين والباقي اسمه اسيتو اسيتيل، وده اول كيتون بادي يتكون في الفرد. هذا الاسيد واسيد اضيف له اثنين هيدروجين مصدرهم ناد اتش بلس اتش، يدخل ناد اتش بلس اتش ويطلع ناد بنزيم اسمه بيتا هيدروكسي بيوتيليت دي هيدروجينيت، يديني بيتا هيدروكسي بيوتيليت. او ممكن اسبونتينيسلي تلقائيا ونون انزيماتيكالي يحصل له دي كاربوكسيليشن. بص على البورد، هشيل CO2 منين؟ من الكربوكسيل دي، وال H ترجع على CH2 فيبقى عندي CH3 C double bond O CH3 وده اسمه أسيتون.
والتفاعل ده بيحصل سبونتينيسلي ونان انزيماتيكلي من غير انزيمات جاست وفقط وعصريا والاكسكلوزيف في اللنج والاسيتون يطلع في البريزم او في الكدني فالاسيتون ينزل في اليورين وسيادتك تكشف عنه بتست اسمه رودلاس على اللي فوق جاي رودلاس ان شاء الله سالب يبقى الديكربوكسيليشن وفي الاسيت والاسيتيك بيحصل في اللنج وفي الكدني والتفاعل ده سبونتينيوس ونان انزيماتيك يعني مش محتاج اي انزيم ليه مش محتاج انزيم عشان مش محتاج حاجه ما انا مش هعمل انزيم عشان اجاوب مركب مش محتاج فهمتوا ازاي يبقى دول الثلاثه دي لبطس يسالك انت عن مين الفيرست كيتون بادي يكون في البازوي طب عشان اكون اسيتو اسيت احتجت كام اسيتايل كوين اثنين لا ثلاثه بص ادي واحد والتاني بدات بيه وكمان واحد تالت اهو دخلته ما عادش ليه ما تفرغته بس استخدمته يبقى 2 4 اسيتو اسيت احتجت 3 اسيتايل كوين والاسيتو اسيت ده اول كيتون بادي يكون في البطن مره كمان انا ببدا ب 2 اسيتايل انا معايا 5 ثواني لسه لا مين الحلو لا انت يا باشا نايم تعمل صوتك طب خلاص بقى ده نوع يعني مستعجلين بلاش المراجعات ولا حاجه طيب لو عايز اتكلم بقى عن موضوع ورد في الامتحان قلت لي نظري 2015 ريجوليشن اوف الهيدروليز عايزين مع بعض نعمل ريجوليشن of الكيتوجينيسيس دي واحده من اهم المواضيع في الريتينوبين لو سالتك اقول الكيتوجينيسيس تحصل في اي وقت ولا بس وقت الترانزيشن لازم تبدا وتقول ان الكيتوجينيسيس دي فيسيولوجيكال بروسيس يعني تحصل في اي وقت ولكنها انكريز ماركتلي وقت الترانزيشن يبقى هي فيسيولوجيكال تحصل في اي وقت لكن بتزيد قوي وقت الاستربيشن ليه بقى؟ هو ايه اللي بيحصل وقت الاستربيشن؟ يقول لك وقت الاستربيشن بيحصل ايه في الانسولين؟ والانتي انسولين ولما يقل الانسولين ويزيد الانتي انسولين يحصل ايه في اللايبوليسيس؟ انت معايا فري فاتي اسيد يزيد بيتا اوكسيديشن يزيد استايل كو ايه يزيد فين سيتوزول ولا ميتوكوندريا ميتوكوندريا اي تفاعل بيطلع استايل كو ميتوكوندريا هو كمان والتصايد بيزيد قوي الكيتوجينيسيس ليه عشان التصايد قال لي اسمه زاد انتي اسمه زاد اللايبولز زاد الفري فاتي اسيد زاد الاستايل كو داخل الميتوكوندريا خلي بالك كمان نتيجة انك بتعمل فاتي اسيد اوكسيديشن كتير زاد الاي تي بي وده يعمل انهبيشن للكريبز سايكل وده يعمل مور اند مور اكيوميشن للاسيتايل كوي الكريبز انهبيت مور اند مور اكيوميشن لايه سيتايل كوي فين طب لما يقل الانزيم ويزيد الانتي انزيم يحصل ايه في الانزيم اللي اسمه الاسيتايل كو اي كاربوكسيليز ده في انزيم بتاع الفاتي اسيدز انهيبيشن ضعف يقل الاسيتايل كو اي كاربوكسيليز وده كان بيحول الاسيتايل الى مالونايل كو صح فيقل مالونايل كو وده كان بيهبت انزيم اسمه كابت 1 اللي بيدخل الاسيتايل كو من سيتوزول ميتوكوند فدراما مالونايل كويه قليل يبقى كابت 1 يشتغل صح؟ ويدخل سيادتك الايسايل كويه من السيتوزول للميتوكوندريا فتزيد البيتا اوكسيديشن ويطلع كميه اكبر من الايسايل كويه ويحصل مور اند مور اكيوميشن للايسايل كويه فين؟ ميتوكوندريا. طيب جميل؟
اخلص يا باشا دي بوظ. طب سيادتك استارفيشن والانسولين قليل والانتي انسولين عالي، لو الانسولين يا فرح قليل والانتي انسولين عالي يحصل ايه في الجلايكوليسيس؟ يزيد في عينك فاشلة يا جماعة، وانا صايم وما عنديش انسولين وعندي انتي انسولين تقل الجلايكوليسيس فيحصل ايه في البايروبيك؟ انت معايا بقى الله يحرقك، يقل. يحصل ايه في الاوكسالو اسيتين؟ يقل. ويقول لك الاوكسالو اسيتي انا كنت محتاجها عشان اعمل ترانسلوكيشن للاستايب وي من ميتوكوندريا اوديها سيتوزول، حصل ده. فلما تقل الاوكسالو اسيت يقل الترانسلوكيشن اوف الاستايب وي من ميتوكوندريا للسيتوزول، فيحصل مور اند مور اند مور اكيوميشن للاستايل كويفين، زادت الاستايل كوي جدا جدا مجرد. وانت سيادتك مش عارف تعمل هيبس عشان اي تي بي سيد، ومش عارف تودي الاستايل كوي السيتوزول عشان مفيش اوكزالو اسيد، تضطر الاستايل كوي غصب عنك تمشي في سكه الكيتون بادي فورميشن، فيزيد جدا جدا الكيتوجينيسيس وقت الاستايليشن. الموضوع فهم جدا 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 وريتن جدا جدا جدا. نقوله تاني ريجوليشن اوف الكيتوجينيسيس. الكيتوجينيسيس امتى؟ قول دي فيسيولوجيكال بروسس تحصل كل الاوقات، بس لكن انكريز ذا ماركت امتى؟ ليه؟ عشان انت استايليشن انسولين رايز، الانسولين عالي زاد جلايكوليسيس زاد فري فاتي اسيد زاد استايل كوي فين؟ كمان قلت او زاد الاي دي بي فقلت الكريبس سايكل وقل الاوكسيديشن اوف استايل كوي فزاد اكتر واكتر فين؟ ميتوكوندريا. حصل انهبيشن استايل كوي كاربوكسيليز مفيش انسولين وده كان بيحول استايل كوي للرايت كوي يبقى قل من رايت كوي فكبت وقت ما حصلوش انهبيشن ده اشتغل حصل له اكتيفيشن فتزيد البيتا اوكسيديشن ويحصل مور اند مور اكيوميشن للستايل كوي ميتوكوندريا. انا صايم جلوكوز انسولين قليل وانت انسولين عاليه قلت الجلايكوليسيس قلت البايروبيك قلت الاوكسالو اسيت وده محتاجه عشان اعمل ترانسلوكيشن للستايل كوي من ميتوكوندريا للسيتوزول مش عارف اعمل ترانسلوكيشن يبقى كده حصل مور ومور ومور اكيوميشن للستايل كوي ميتوكوندريا. كل الستايل كوي اللي اكيوميت ده يعرف يوترو كريبس لا ده ده يبقى عشان في دي يعرف يروح سيتوزول ما يعرفش عشان ما فيش اوكسالو يبقى غصب عنه يمشي في سكه مين؟ اي تو جينيسيس وده الريجوليشن اوف الكيتونز. اخر حاجه ودي عايزه فهم شديد برضه جدا 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 امبورتنس اوف الكيتوجينيسيس. وقبل ما اتكلم عن الامبورتنس انا عايز سؤال، واحد يكون لسه عنده اتنين اي تي بي ما خلصوش في التفكير يجاوبني السؤال ده، ايهما اسهل يعصب؟ وانت راجل في كل واحد اكسد فادي اسيد اسبرماتيك في 16 ولا اكسد كيتون بادي في 4 كربون؟ الله احرقك الله احرقك يا اخي، ايهما اسهل تاكل جاموسه ولا تاكل حته لحمه؟ يا راجل صل على النبي بلاش انت عمر خالص يا جماعه. اكسد واحد في 16 اسهل ولا واحد في 4 اسهل؟ العقل يا اخي خنقتني حرام عليك شلتني. 16 هو بيقول لي اسهل ايه؟ لا طبعا اسهل يا جماعه. الكيلو بدل هقسمه نصين اثنين اسلاك ويه هو يتقسم نصين يبقى اتنين استنى يبقى اكسده الكيتون بادي طبعا طبعا اسهل من اكسده فادي اسيد. طب وانا صايم بلاش تفهم وانا صايم اسمك ايه؟ انت يا ابن انت عم وانا صايم يا عم ايه المصدر الرئيسي للانرجي؟ يبقى المصدر الرئيسي للانرجي وانا صايم فادي اسيد اوكسيديشن. فاكر يا عم لما قلنا أن الليفر قدرة كبيرة وغير محدودة وغير متناهية على الأبتيك والأوكسيديشن أوف الفاتي أسيد؟
زود بقى beyond its requirement of energy. يعني الليفر يكسر فاتي اسيد بكميه كبيره قوي اكتر من احتياجه بالطاقه بكتير قوي. طب ركز معايا في الجمله دي، انت صايم وما عندكش غير فاتي اسيد، والليفر يكسر فاتي اسيد كويس قوي 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 اكتر من احتياجه بالطاقه، يبقى الليفر يعمل ايه؟ قال لك الليفر يساعد الاكسترا دايفرتشن، والليفر يكسر بنفسه فاتي اسيد ويعمل استايل كوري، ويروح مشبك اثنين استايل كوري مع بعض ويروح باعتهم على الاكسترا ليفاتي تيجوز، فالاكسترا ليفاتي تيجوز تاكسد كيتون بادي اسهل ما تاكسد الفاتي اسيد. بمعنى لو انت يا عم ربنا اكرمك كده وبقيت راجل مليونير عندك 100 مليون دولار في الميزان، وده على قد ولا اكتر من احتياجك للحياه؟ والله غير اكيد اكتر. ولو عندك اخواتك ربنا مش كرمهم قوي ومحتاجينك يا اخي، تديهم ولا تدخل؟ والله شاكك فيه. اساعد اخواتي يا اخي، اخواتي برضه يا اخي. طب الليفر ربنا كريم كرمه من واسع ويأكسد فاتي اسيد زي الفل بيوند اتس ريكويرمنت اوف انرجي، وباقي التيشوز يعني غلابه ومش عارفين يأكسدوا فاتي اسيد، الليفر يساعدهم ولا ما يساعدهمش؟ يقول لك المسلم للمسلم كالبنيان المسروس. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء، مش هو الكلام ده؟ الليفر يساعد باقي التيشوز، الليفر يأكسد هو ايه؟ الفاتي اسيد ويعمل استايل كويت، اروح مشبك اثنين استايل كويت مع بعض واعمل كيتون بادز، اروح بعده اكسترا هيماتيك عشان تاكسدهم بسهوله اسهل من اني اكسد فاتي اسيد. لو قريت اخر سطر في الباراجراف اللي في الصفحه اللي بعدها يقول لك الكيتوجينيسيس هي بريباراتوري ستيب، خطوه تحضيريه performed by the liver. ايه؟ انا بكتب كده، دورت على كده، دورت على كده. Preparatory step performed by the liver for complete oxidation of the acid. خطوة تحضيرية بيعملها الليفر ليه؟ عشان أكسس في الأسد. إيه؟ إيه بس؟ مش عارف الأكسس. طب الحل إيه؟ الليفر إيه؟ يحضر الفاتي أسد. يروح مع أكسسه وعامل إيه؟ يروح مضي. ويبعتها للاكسترا هيباتيك عشان الاكسترا هيباتيك تاكسد بسهوله. هي بريباراتوري ستيب بيرفورمد باي ذا ليفر. ليه؟ فور كومبليت اوكسيديشن اوف ذا ليفر. سؤال كمان، مين فيكم ليه اخ اكبر منه؟ اسمه ايه؟ احمد. جاوبيني بصراحه، احمد ملتزم ولا قصير؟ ايه؟ ملتزم يعني لو حاب يدخل البيت بتاعه ويخطب كده ولا نقضيها ماشي بقى مع كل الناس بقى وبتاع؟ بجد يعني؟ لا احمد ملتزم وعشان كده هو خاطب، وخاطب واحده زي القمر زي القمر، تبقى مهمه بالنسبه له ولا اي كلام؟ مهمه جدا دي زي القمر. حصل ما بينهم خناقه وجت خطيبه احمد راحت راميه الدبله في وشه، قالت له احمد ما اشوفش وشك تاني. بس احمد ما يقدرش يعيش من غيرها، ما يقدرش يستغنى عنها. واحمد ذكي راح فكر فكره كويسه، راح جاب لها ايه؟ ساعه محترمه غاليه جدا. وراح لها قال لها معلش سامحيني دي اخر مره وانا مش عامل كده تاني. راحت مسكت الايديه راحت رميها في وشه، احمد اللي بيننا وبين بعض انتهى خلاص وما اشوفش وشك تاني. يبقى عنده كرامه؟ لا، ده ما بيقدرش يعيش من غيرها يا جماعه، وما ينفعش ابدا يسيبها. عشان كده احمد فكر فكر احسن، راح محل ورد قال له عايز بوكيه ورد محترم كنت بيجي تبقى كده ولا حاجه، وجنب محل ورد محل هديه، راح خد الساعه اللي جنب في وشه قال لمحل ليه حط لي بوكس كده واللي فيها لفه مطلقه، وخد كارت كده ظريف كتب عليه ابولوجي ولزقه على الهديه، وشال الهديه اللي ملفوفه وشال البوكيه وراح لها قال لها بليز سامحيني انا مش عامل كده تاني. تسامحه؟ لا برضه لا. هتخليه
رايح جاي هي 6 ايام 6 ايام وفي اليوم السادس هتقبل الهدية. خلي بالك مش الهدية اللي خليتها دي هي هي الساعة اللي رميتها في الشغل مش هي بس احنا كان زي خلى الهدية في غلاف مختلف غير من شكلها ولما غير من شكلها ضحك عليها وراح قبلت الهدية اللي كانت مربوطة في الأرض والليبر is as intelligent as احسن من الناس هل الليبر يقدر يعيش من غير برين؟ لا ده ما يقدرش يعيش من غيره ده البرين ده مهم قوي والبرين سيادتك ما يحرقش فادي اسيد ابدا طب انا صايم ومش بقى وما عنديش غير فادي اسيد يروح الليبر باعت للبرين فادي اسيد قال له اتوسل ايه؟ ارجوك ما عنديش غيره احرق فادي اسيد قول مش حالك يا عم احرق لا مش حالك قال له خلاص انا هصرف يروح الليبر واخد الفادي اسيد ومتحكسبه وعامل استايب وي ومشبك اثنين استايب وي مع بعض وروح باعتهم للبرين البرين يبقى على طول؟ لا يخلي الكيتون بادز رايحه جايه عليه كام يوم؟ 6 ايام وفي اليوم السادس يبدا البرين ياخد الكيتون بادز ويأدب على الكيتون بادز اوكسيديشن هو الكيتون بادز دي اللي خلى البرين مش هي فادي اسيد اللي رفضها في الاول بس الليبر ضحك على البرين وغير في شكل الفاتي اسيد وعمل كيتون بوديز قبلها البرين يبقى تو امبورتنسز للكيتوجينيسيس هي بريباراتوريسيس بيفور باي ذا ليفر فور كومبليت اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد والبرين يادابت على الكيتون بودي اوكسيديشن بعد 6 ايام صيام في خبر فرحكم بكره وبعده اجازه مفيش حصة بكرة وبعده عشان كده هقابلكم إن شاء الله السبت في العملي وحد واتنين في النظر إن شاء الله يلا أجازة يلا أجازة